صباح الخير احبائي واعزائي، شكرا ليكم ولمحبتكم. صباح سعيد، صباح جميل، صباح كل الهنا من قناة الملكة والأمير التي تعشق كل مشتركيها وجماهيرها. شكرا لكل تعليقاتكم الجيدة والجميلة من أشخاص محترمة جدا جدا جدا. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيقولوا إن إبراهيم أشهر أو أعلن المسيحية. الإعلامي تامر أمين بيكشف السبب وراء إنكار إبراهيم عيسى لقصة المعراج، قصة هنقعد نتكلم مع بعضينا. كشف الإعلامي تامر أمين سبب إنكار الإعلامي إبراهيم عيسى لمعجزة المعراج خلال تصريحات ألقى بها في حلقة برنامجه حديث القاهرة الجمعة اللي فاتت. بيقول انه بيسعى منذ زمن طويل لنشر العلمانية بشكل واسع كبير في المجتمع المصري، ويريد اربابها جرجرة الدين في مشاجرة واخراج الدين بعيدا عن حياتنا الشخصية ومعاملاتنا الدنيوية. واستنكر امين تامر امين خلال تقديم برنامجه اخر النهار المذاع عبر فضائية النهار مساء يوم الاثنين تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى. بيقول أنا زميل إبراهيم عيسى وأعرفه من 25 أو 30 سنة، هو اقتحم عش الدبابير وأحرجنا كإعلاميين وزملاء، ودفعنا للرد عليه بعدما تحدث في شأن ديني عام شاهده ملايين الملايين. بيقول إن تامر أمين نوه إلى أنه يوجد فرق بين التصريحات المتعمدة المقصودة والحديث بشكل عفوي وزلة اللسان والضرب في المليان والأخير مثل تصريحات إبراهيم عيسى، وبيشير إلى إن كلامه يجب أن يمارسها على نفسه وبيته ولا يعلن عنها أمام الجموع الغفيرة، باعتباره إن هو شخصية عامة مؤثرة هياخدوا كلامه على محمل الجد. وأكد تامر أمين إن حادثة الإسراء والمعراج معجزة وردت في القرآن الذي يعتبر نصوصه ثوابت لا جدال فيها، وليست حتى في حديث تشكك أو نشكك في صحته وضعفه، ومطالبا بإخراج الدين من المشاهدة الكلامية المستمرة بسبب أزمة إبراهيم عيسى والتركيز على الأشخاص اللي بيهدموا ثوابت الدين والعقيدة. مواصلا أرى إنها زوبعة فنجان وإن شاء الله نعبرها بأمان حتى ولو كره الكارهون. وده من جريدة الوقت. الحقيقة يعني لما السكينة بتقع الكل بيعمل ايه؟ بيذبح العجل. ازمات تحاصر ابراهيم عيسى بعد التشكيك بمعجزة الاسراء والمعراج. الاعلامي ابراهيم عيسى عمل على اثارة الجدل بعد تشكيكه في معجزة الاسراء والمعراج كما سبق، وأهان نساء الصعيد والمطالبة بمحاكمته قضائيا ووقفه عن العمل. أصار الإعلامي إبراهيم عيسى مقدم برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس الجدل العام جراء الأزمات التي تحاصره عقب التشكيك في الإسراء والمعراج والإساءة لعمر ابن الخطاب وكمان مايو نساء الصعيد. غضب عالم أثاره الإعلامي إبراهيم عيسى بين أهالي الصعيد، خاصة عقب قوله في إحدى حلقات برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس: لو أنت حضرتك من مواليد الستينات ولحد 75 وأكد ليك ستجد صورة لجدك بالمايو وصورة لوالدتك بالمايو والكاد، سواء كنت في المنيا أو سوهاج أو المنصورة أو المنفية. وأضاف عيسى إن ذلك الأمر لا يعني فسوقا منهن ولا كفرا ولا عصيانا ولا تبرجا ولا كل المصطلحات اللي بيزرعوها في ذهنك في السبعينات عشان تبصم المرأة وتتنمر وتحتقر، وده اللي عملته الجماعات الإسلامية في مصر وده اللي عمله التيار الإسلامي في مصر. لم تكف تصريحات الإعلامي المثيرة للجدل عن هذا الحد، بل تطرق بالحديث عن الصحابة بقوله إن القصص التي يقوم المشايخ بسردها على مستمعيهم تصل لنسبة الكذب فيها 99%، لأنه بيقول لك نص الحقيقة لما يقول لك إن عمر بن الخطاب عدلت فأمنت فنمت يا عمر وفرحان قوي بعدالة سيدنا عمر، حكى لك إن عمر اتقتل بعدها، يبقى عدل
فآمن فنام. إزاي؟ عرفت إن الرجل اللي قال الكلمتين دول لعمر هو المتهم الأول بقتل عمر. إذا القصص كلها أنصاص مش حقيقية. التشكيك كمان في المعراج، كما شكك في حدوث المعراج قائلا: طب إيه رأيك إن مفيش معراج أصلا؟ هتصدق إن مفيش؟ وكل قصة إنه طلع السماء وشاف الناس اللي في السماء وشاف الناس في النار، كل دي قصة وهمية كاملة. دي كتب السيرة والتاريخ والحديث هي اللي بتقول، لكن هو مصدر ليك الكتب والقصص اللي بتقول حصلت. دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، واعتراضا على ما سبق تلقت محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية الثانية المطالبة بوقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى ومنع ظهوره إعلاميا على شاشة تلك القناة وبجميع القنوات الفضائية بسبب ما وصفتها بالمخالفات الجسيمة اللي ارتكبها مقدم البرنامج وإدارة القناة واللي اتمثلت في استغلاله للدين الإسلامي في الترويج والتحفيز لأفكار المتطرفة والمغلوطة. التحقيق في البلاغات كما أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، وأشارت النيابة إلى أنها ستعلن لاحقا عما ستبصر عنه التحقيقات، وده نقلا من موقع آخر. السكينة ما زالت على رقبة إبراهيم عيسى. الإعلامية الفاشلة بسمة وهبة تشن أيضا هجوما على إبراهيم عيسى. الكل بقى عمال يعيش. الأخت الإعلامية بسمة وهبة تفتح النار على إبراهيم عيسى. ما هو الإعلام لازم يتكلم، وكل من يتدخل في الشؤون الدينية دون تخصص وتوجه له رسالة بتقول فيها أنت عاوز توصل لإيه؟ احتفظ بآرائك لنفسك، أنت مالك ومالي. شنت الإعلامية بسمة وهبة الفاشلة هجوما حادا ضد إبراهيم عيسى والمتحدثين في الشؤون الدينية والإفتاء دون تخصص. بتوضح بنلاقي الناس على التيك توك ومنصات تانية بيتكلموا عن الدين وبيبتوا، انت بتكشف حاجة بمخك انت. ايه انا ذنبي ايه وجيراني واصحابي واسرتي والمجتمع انك انت عاوز تخليه يفهم حاجة غلط؟ خليك في نفسك. وكمان قالت الوهبة خلال تقديمها برنامج 90 دقيقة المذاعة على قناة المحور: عايز توصل لإيه؟ احتفظ بآرائك لنفسك وطبقها على نفسك وخلي قناعتك أو قناعتك لنفسك، لكن أنا ذنبي إيه؟ أنت مالك ومالي؟ أنت مش واصي عليا ولا واصي على الدنيا، ولا أنت شيخ ولا نبي ولا حد فوضك إنك تتكلم باسم ربنا واسم الدين. انت مش انسان متخصص في الدين، انت من تكون؟ وقالت ان الفتاوي الشاذة في الدين تأتي في اطار تشويه المجتمع المصري واعراض عن الجاهلين، وبتقول للناس توخوا الحذر، والله خاطبنا في كتابه الكريم باصحاب العقول، ايه انا ان الله منحنا الله العقل عشان نوزن الامور، ارجوكم تمهلوا وما تسمعوش وما تمشوش في السكة دي، وأتمنى من كل واحد بيحب ويقول آراءه في الدين إنه يخلي آراءه لنفسه، مش عاوزين نعرف ومرجعيتنا هو الأزهر الشريف هو اللي بيصدر الفتاوي. ربنا يفتيكي بعقلك وتخلفك. طبعا كل إنسان لازم ما يتدخلش في أمور غير أمور لما يكون متخصص في الدين، ولا حد يفتي بأي حاجة الكتاب الله بيقوله. تعرف على قرار النيابة على المتهم أحمد أبو النصر، مش عارف إزاي ومازالت القناة اللي هو سينما برو مازالت بيجيب حاجاته، وهو منزل بيقول إن العلاج شهري مجاني. أنا مش عارف إزاي بيتحاكم ومازالت إعلاناته شغالة. أحالت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية، حيث كانت النيابة العامة قد قدمت المتهم أحمد أبو النصر هاربا وآخر معه إلى محكمة الجناح الاقتصادية المختصة في 7 من شهر فبراير الجاري لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة ومستحضرات ومستلزمات طبية. لم يصدر قرار من وزير الصحة أو جهة معنية أخرى بتداولها، مع علمهم بذلك وفتحهما
مكتبة للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد بن نصر وإدارته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعمال وسائل النشر من شأنها حمل الجمهور على الاعتراض بحقه في مزاولة مهنة الطب وغير مرخص له بمزاولته، وانتحاله نفسه لقب طبيب، فضلا عن ارتكاب المتهم الآخر بجريمة بتوزيع تلك الأشياء بدون تصريح وجنح أخرى. تم في 20 من الشهر فبراير الجاري ألقي القبض على المتهم أحمد أبو النصر وعرضه على النيابة العامة، فأجرت تحقيقا تكميليا معه واستجابته وعرضته بتاريخ اليوم على المحكمة المختصة فأمرت باستمرار حبسه وحددت جلسة للنظر في الدعوة. إزاي؟ وبقول لسه ما زالت القناة إمبارح عرض هذا الكلام. أكتوبر الماضي والتي تضمنت، وكانت النيابة العامة قد تلقت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصنفات بالإدارة العامة للمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في 27 من شهر أكتوبر الماضي، والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع يوتيوب يدعى فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، ونروج في هاتين القناتين لبيع الأدوية ومستحضرات نباتية رغم قدرتها على شفاء مختلف بعض الأمراض وتفوق على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محل إقامته مقر ممارسة نشاطه الإجرامي وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت تحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنا بضبطه وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها. وقد أصدر تنفيذ الإذن وتفتيش منافذ البيع عن العثور فيها على منتجات دوائية مجهولة المصدر، وضبط حاسب آلي يحمل ملفات خاصة بعمليات البيع والشراء، وأرشد أحد العمال بتلك المنافذ عن وحدة سكنية مخصصة لتلقي محادثات العملاء وتوصيل المنتجات إليهم، والتي تبين بمعاينتها أنها خصصت كمركز لإدارة القناتين الفضائية والإلكترونية وتلقي محادثات العملاء الهاتفية، حيث ضبط نحو 50 وسيطة إلكترونية للتخزين تضمنت أسماء موزعين. حاجة غريبة، كلام بيتقال في الإعلام وما زالت القناة بتاعته شغالة هيزة وزمبليطة ومحدش عارف أي حاجة. ولكن هناك قرارا أعلنته الإعلام المصري، التلفزيون المصري، قرار عاجل. إذاعة التلفزيون المصري منذ قليل نشرته الجريدة الرسمية كل المواقع الأخبارية، نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر الاثنين قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعديل الحد الإداري الفاصل بين محافظات بورسعيد وشمال سيناء. طالع خبر آخر بالأسماء إدراك 39 متهم على قوام الإرهابيين لمدة 5 سنوات، نشر عدد من الوقائع المصرية الصادر اليوم قرارين للدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد محمود، وقرارين للدائرة 10 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب بإدراك 39 متهم في القضايا لسنة 2021. ونشر عدد أيضا تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على 3 قوانين جديدة تحمل أرقام بشأن تنظيم وتنمية التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أصدر أيضا الرئيس أيضا بشأن تعيين خيرت محمد أحمد رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وهذا ما هو آخر ما نعلنه. أما خبر إن إبراهيم عيسى ده أعلن أو أشهر مسيحيته، ده طبعا كلام كله فاكس وكلام كله هكس فاكس، ما حصلش الكلام ده. الراجل ده شخص محترم أنا بحترمه كل احترام، لكن طبعا مفيش داعي إن هو يخش في الحاجات الدينية. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم الخير والسلام، وربنا يكون معكم. أمين. مساء الخير أحبائي وأعزائي ومشتركي قناة الملك والأمير، كل الشكر لكم على تعليقاتكم الجميلة والتعليقات المميزة والتعليقات من أشخاص رائعة، شخصيات محترمة جدا جدا، أنا بفتخر إنها في قناتنا. هي ليست قناتي بل هي قناتنا كلنا. مع الألم مع الأسف مع كل الحب ومع كل التقدير، صوابعك مش زي بعضيها. ربما مقالاتي او كلامي بيعجب ناس وما بيعجبش ناس تانية. عندنا اخبار جديدة عن مين؟ عبد السيد. والناس اللي بتقول لي ان انت بتتخن في صوتك، انا هتخن في صوتي ليه؟ ايه اللي يخليني اتخن في صوتي؟ ده صوتي. ربما ممكن يكون المايك مش جيد او مش حلو، بس يعني ده مقدرتي حتى الان. وعندنا أخبار حلوة عن مين؟ عبد السيد، هنسمعها. وعندنا أخبار مؤسفة عن دير الأنبا بولا بعد المشكلة اللي حصلت بالدير.
عندنا كمان مواضيع تانية كتير قوي. عندنا موضوع حكاية البطريرك اللي أنقذ شعب الكنيسة، مش بطريرك، بطريق أنقذ شعب الكنيسة. وعندنا حالة مؤسفة، انتقل للأمجاد السماوية شخص مهم جدا جدا. وعندنا مفاجأة في الآخر عن كارثة جديدة حصلت وهكلمكم عليها. خليك معايا وتابع. تنويه هام من دير الأنبا بولا للشعب القبطي بعد الكارثة التي لحقت بالدير. بينوه الدير، أصدر دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر تنويه هام في بيان رسمي بعد الكارثة التي لحقت بالدير. وكان نص البيان تنويه: يعتذر دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر عن عدم استقبال الزوار كافة بما في ذلك الرحلات والأفراد، وراغبي قضاء فترة خلوة، والآباء الكهنة والآباء الرهبان وأسر الآباء الرهبان خلال الفترة من يوم غد الاثنين اللي هو النهاردة حتى يوم عيد القيامة. وقال: وذلك بسبب التقلبات الكبرى التي لحقت بالدير والطرق المؤدية إليه، بفعل السيور إلى جانب الإغلاق السنوي للدير خلال الصوم المقدس. الأنبا دانيال، الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر. ويذكر أن الوضع في دير الأنبا بولا يحتاج تدخل سريع من الجهات المسؤولة بالدولة، فالوضع لا يحتمل أبدا. فالذي حدث بدير الأنبا بولا بالبحر الأحمر بسبب السيولة التي انهالت بعنف على دير الأنبا بولا ليلة السبت 19 فبراير، وهو مأساة بمعنى الكلمة. وما حدث بدير الأنبا بولا بالبحر الأحمر بسبب السيول مأساة لم يسبق لها مثيل طيلة السنين التي مضت. فالدير يستحيل أن تصل له مياه الشرب التي يتم نقلها لداخل الدير، وداخل الدير تم انقطاع التيار الكهربي وتسبب في تعطيل الخبز والمخبز، وقد انقطعت شبكة التليفونات والمحمول، مما تسبب في قلق الأسر على أولادها، وأيضا استحالة دخول وخروج الزوار. أنا واثق إن الدولة هتعمل بقدر إمكانها وبقدر المستطاع بالوقوف إلى دير الأنبا بولا، وإن شاء الله هطمنكم وهديكم كل ما هو جديد. حكاية بطريق أنقذ شعب الكنيسة من مجازر القمص. يوسف تدرس يكشف ما حدث. ماذا حدث؟ حكاية بطريق أنقذ هذا الشعب. قال القمص يوسف تدرس الحويمي، وهو مدرس أو الحومي، مدرس التاريخ الكنسي، عن سبب هروب البابا القديس ساويرس الأنطاكي إلى مصر وعن سبب سجنه، حيث قال القمص يوسف تدرس من خلال حواره على قناة الميساد القبطية أن الإمبراطور جستنيان كان مضطهد البابا تيموساوس، وأيضا القديس ساوير الأنطاكي بابا أنطاكيا. وكشف أيضا إن كان السبب هو تمسكهم بالعقيدة الأرثوذكسية، وفي عهد البابا تيموساوس جاء القديس ساويرس وهارب إلى مصر، وعاش ما يقرب إلى 30 عاما حتى تنيح بها. وتابع أن الإمبراطور قام بعقد محاكمة للقديس ساويرس بسبب انتشاره العقيدة بين الناس، حتى جاء القديس ساويرس إلى الإمبراطور واشترط بتحريم وثيقة توماس ومجمع خلقدونيا، وقويل بالرفض من الإمبراطور، وحكم على القديس ساويرس بالسجن لمدة طويلة وحدوث موقف عدائي من البابا تيموساوس. وبعد خروج القديس من محبسه تدخلت زوجة الإمبراطور سو أزورا، وهي كانت تابعة إلى الأرثوذكسية والعقيدة الإيمانية الصحيحة، حتى سعت للإفراج عن القديس ساويروس، حتى جاء القرار بإرسال حملة عسكرية كبيرة إلى مصر من أجل، حتى تدخل البابا وأرسل رسالة إلى الإمبراطور مناشدا بوقف الحملة العسكرية، حيث كانت ستحدث مجازر على أرض مصر. وبعد تدخل الإمبراطور أيضا
قرر الإمبراطور بتحويل مسار الحملة من الإسكندرية إلى شمال القاهرة، ومن هذه الساعة أصبح القديس ساويرس والأنبا تيموساوس مطاردين من قبل السلطة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني التفاصيل الأخرى. انتقل إلى الأمجاد السماوية القمص جرجس لوكا بعد خدمة نصف قرن في الكهنوت. ماذا انتقل إلى الأمجاد السماوية القمص جرجس لوكا بعد خدمة نصف قرن في الكهنوت؟ رحل القمص جرجس لوكا راعي الكنيسة ما لا يرى ربي باريس في الساعات المتأخرة من أمس الأحد بعد خدمة كهنوتية تقارب النصف قرن، بعد صراع مع المرض تعرض له خلال الفترة الأخيرة من عمره. وعن أبينا المتنيح، قد تخرج القمص جرجس لوكا من كلية الطب البيطري بالقاهرة، ثم غادر إلى فرنسا للحصول على درجة الدكتوراه، وبالفعل حصل على الدكتوراه الأولى وعقبها الدكتوراه الدولية في العلوم، وهذا هي عدد من يحصلون عليها قليلون. وسمى أبينا القمص جرجس لوكا كاهنا ورشم كاهنا أيضا بعد حصوله على الدكتوراه من يد قداسة البابا شنودة الثالث. وكان والده هو القس لوكا اسكندر، كاهن بأحد الكنائس بمحافظة طنطا. وبعد رسامته جاء أبونا بين العمل في الكهنوت والعمل بمعهد باستير، إلى أن حصل على منصب رئيس لقسم التشخيص للأمراض الفيروسية. وانتقل إلى الأمجاد السماوية القمص جرجس لوكا بعد خدمة قرن في الكهنوت، حيث قامت فرنسا منح القمص جرجس لوكا الاستحقاق الفرنسي برتبة الفارس، وكان هذا في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي. وعن هذا الوسام، فهو قد أنشأه نابليون بونابرت، وهو يعد من أعلى التكريمات الرسمية في فرنسا. وقد أنشأت الكنيسة العذراء وتم تدشينها على يد قداسة البابا المتنيح البابا شنودة الثالث كأول كنيسة في فرنسا بعد أن اشترتها الكنيسة المصرية. خبر آخر، مفاجأة جديدة عن كارثة جديدة قام بها أحمد أبو النصر المدعي بالطب مع عملائه والمرضى. ماذا؟ استكملت النيابة العامة التحقيق مع الصيدلي أحمد أبو النصر المتهم بالنصب والاحتيال والشهير بطبيب الكركمين، وذلك بعد قرار ضبطه وإحضاره في القضية التي حرر بها محضرا في شهر نوفمبر الماضي، والذي يتعلق بانتحال صفة دكتور وعلاجه بالأعشاب وقيامه بالنصب والتدليس على المواطنين، وأهم منه خبير علاجي ويمكنه علاج جميع الأمراض باستخدام الأعشاب. وقام بالترويج لذلك عبر قناته في موقع اليوتيوب وإحدى القنوات الفضائية وصفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي. وقام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحرير بلاغي في الصيدلي المزيف، وذلك لما يبث وينشره عبر القنوات الفضائية غير المرخصة، وأيضا على قناته على اليوتيوب، كما جاءت تحريات المباحث وحماية حقوق الملكية في تقريرها أن المتهم أحمد أبو النصر له معلومات جنائية والمقيم بمحافظة الجيزة، كما أنه يقوم بالاتجار في الأدوية وتصنيعها في أماكن غير مرخصة، لذلك ودون اتخاذ الإجراءات والاشتراطات التي تحافظ على صحة المواطنين وبدون ترخيص من الجهات المختصة، كما يقوم بالترويج لهذه المنتجات العلاجية الغير مرخصة من خلال برامج تلفزيونية مدفوعة الأجر يقوم بها عبر قنوات فضائية عديدة معظمها غير مرخصة وتبث من خارج البلاد، كذلك إدارة عدد من المراكز العلاجية والمنافذ الخاصة ببيع الأدوية والتي جاء أن جميعها غير مرخصة. وبعد تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن الوطني مديرية أمن الجيزة، تم القبض على المتهم واستهدافه هو والمراكز الخاصة به، وأمكن من ضبط مركزه الرئيسي لإدارة عمليات القناتين المشار إليهما، كذلك أمكن القبض على موظفين بخدمة العملاء
والمقامين بمحافظة الجيزة، وبالتفتيش كما ضبط 50 قرص صليب، وتبين تحميلهم بملفات تحتوي على أسماء الموزعين في مختلف المحافظات، وكذلك الأدوية المطلوب توزيعها على العملاء والطرق العلاجية لاستخدامها. كذلك تم ضبط برامج للتجسس على العملاء وتسجيل المحادثات بينهم وبين خدمة العملاء، وملفات فيديو يقدمون خلالها الوصفات الطبية للعملاء والنصب عليهم. تم ضبط ملفات تحتوي على كميات الأدوات المتواجدة وبرامج الاستعلامات عن العلاجات التي يتم تصنيعها وتسجيل المكالمات التليفونية. كما تم ضبط 2 جهاز راوتر لتسهيل الاتصال بالإنترنت، وبمواجهة جميع المتهمين اعترفوا بعلمهم بوجود تلك المخالفات بالاشتراك مع المتهم الأول الدكتور أحمد أبو النصر المزيف، وهو مالك المركز والشركة المنتجة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وربنا يحفظ مصر. بس عايز أقول، مش هو ده أول واحد ولا آخر واحد، القنوات مليانة 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 مليانة. اصبر خليك معايا وشوف المفاجأة اللي حصلت عن مينا عبد السيد، مفاجأة ربما تكون مفرحة. اسمع معايا لآخر الفيديو وانت هتنبسط. شكرا ليك حبيبي، شكرا ليك حبيبي. مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. ما زال يعني موضوع مينا عبد السيد والمطالبة بعودة حقه، والمحامية ياسمين محمد بتطالب بإعادة تقرير النيابة وعودة حق مينا. طب يعني هو النيابة مثلا قالت كلام غلط ورجعت هتصلح؟ طلبت المحامية الغير مسيحية، واحنا قلنا ان في جاعل لهذا الكلام انه يتقال، ياسمين محمد رضوان بعودة حق مينا عبد السيد شهيد الغدر. وقالت من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتقول لو انت ماشي وقعت ببلاعة صرف ما تخافش ابدا، تليفونك هيفضل في جيبك مش هيقع، وبلاعة تاخدك لبلاعة، ولما تظهر الشريحة هتبقى شغالة وهيعرفوا يكلموا اهلك كمان. طب الكوتشي اتقلع ازاي؟ صعب ما تسألش. طب كان في شنطة باج وده صعب تتقلع، فين هي؟ ما تسألش. طب الحروق دي ايه؟ دي من مية الصرف، اصل فيها كيماويات، دي مواد حارقة، يعني اثرت على الجلد، بس الملابس زي ما هي سليمة، ده حتى لونها ما اتغيرش. شيء مدهش، شيء رهيب. طب هي العربية النيسان صاني اللي كلم صاحبها له علاقة بالبلاعة؟ طيب هو وقع في أي بلاعة بالظبط؟ بس هم قالوا إن نظره كويس جدا، وبعدين دي مصر كلها لابسة نظارات طبية، وإلا كان زماننا كلنا في البلاعات ولا إيه؟ ولا ما سمعناش عن حالة مشابهة بنفس المكان؟ طب لو دي الحقيقة، في مسؤول هيتحاسب بالإهمال في أرواح البشر، ولا هتعتبر قضاء وقدر؟ واشكروا ربنا إنكم لقيتوه واتصلنا كمان من شريحته. لحد إمتى هتفضل كده؟ مفيش تقدم ولا هيبقى فيه تقدم، هنفضل عايشين في غاية وبغابة، والغلبان حقوقه بتضيع، بلد ملهاش أي لزوم خالص يعني. طب والغلبان حقوقه دي هتضيع، بلد ملهاش كبير؟ لا ليها كبير. طيب لازم، ما هو احنا مش في المغرب ولا بره مصر، كان حقك حقك يا مينا جه. شفتوا الولد اياد ده ولا اسمه ايه بتاع المغرب لما وقع عملوا ايه؟ واقول لك حاجة حاجة، علشان انت مسيحي حقك هيروح، وده بالنسبة للناس اللي مش بتحس. لا طبعا البلد بتاعتنا ما بتفرقش. انا المحامية ياسمين محمد رضوان، انا بطلب بحق مين اخويا، يا ريت نعيد التقرير تاني، ولا اللي عمل كده ما ينفعش يتحاسب ولا ايه؟ هو انت واضح انك واخده لصنص حقوق وقاعده فاضيه ومحتاجه شغل، فقلت اعمل شو على قفا مينا؟
ولا ايه الوضع؟ البلد مفيش فرق بيننا بين الرئيس، بيعمل كل المواطنة وبيقدر يعمل اللي عليه. ولو كان في شبهة اكيد البابا تودروس كان اتدخل وعمل الكلام ده، لكن لا مانع اهله نفسهم لما جم في قناة السي تي في واتكلموا عن مينا ما جابوش سيرة اي حاجة، وكانوا بيقولوا ان هو شبه نظره ضعيف، يعني ممكن تكون حادثة بحق وحقيقي. اي نعم الموبايل لما يقع، لو وقع بس ممكن يكون يعني البلاعة اللي وقع فيها يا مينا المية ما وصلتش للخط، ولكن ده برضو كلام غير منطقي. الخط يبوظ، هو طلعوا الخط من الموبايل وكلموا في حد تاني، اكيد ممكن النحاسة لما تتمسح ممكن اعمل منها مجرد. بلاش افتراءات على الدولة، بلاش اي حاجة. طب احنا لو قلنا نتكلم وحبينا نتكلم، طب اللي هو مينا ده، يعني هل مينا، مع احترامي لشخصه وانا يعني انا معرفوش، بس هل مينا هو شخصية سياسية وتم اغتياله مثلا؟ هل مينا كان ليه اعداء كان بيبشر بالمسيحية والجماعة الداعشين حبوا يتخلصوا منه؟ كل الكلام ده طبعا يعني مش منطقي. مينا كان انسان بيعرف ربنا، وكان اهله بيقولوا ان هو قريب من ربنا، طب يعني ايه العلاقة او ايه الشبهة الجنائية؟ وحتى ان كان حصل حادث وكان في كراهية، ما كانش فيه للداعي لكل الكلام ده والإزراء. لكن بيقولوا كلمة حلوة قوي، هل لك هو حبسها، حبسها واخد بالك انت، وقيدها عشان يرويها. يعني ايه الكلام ده؟ انت احبس نفسك جوه ام وربيها. ربيها على ايه؟ ربيها على الصلاة، ربيها انها تعرف نفسها، تعرف ربها، تعرف كل حاجة. يا جماعة الكلام ما هواش اي حاجة بتتقال وخلاص، يعني ما هواش لت وعجن ان انا اقعد اتكلم في حق الدولة عشان الريس سايب كل اللي يتكلم. لكن تعالوا نبص للقضية يعني برضو تانية. فاطمة نعود تخرس الألسن مهاجمين ابراهيم عيسى وتؤكد دعمها له. ازاي؟ اخرست الكاتبة فاطمة نعود ألسن جميع المهاجمين للاعلامي ابراهيم عيسى، وقالت من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتقول ايه؟ اشهد والله تعالى شهادة احاسب عليها يوم الموقف العظيم ان الاعلامي الروائي المحترم ابراهيم عيسى احد اكبر المدافعين عن الاسلام ضد مشوهيه. وقالت لكن بعض من يختلون ادبيا يخافون من كساد بضاعتهم على يديه، والبعض يرددون ما سمعوا عنه من خصومة أنف الذكر دون استقصاء البينة، والبعض لا وقت لديهم حتى يقرأوا ويتبينوا ويتدبروا كما أمرنا الله تعالى في كتابه الحكيم، فيشددون الرماح مع الباقين بالمحاكم. يذكر أن تعليقات المهاجمين بسبب ما حدث، إبراهيم عيسى اتجن الرسمي، وقف وانحنى احتراما لمنى زكي، قلنا مش مشكلة ذوق كده، جاب اسلام البحيري المعتوه وتطاول على الشيخ الازهر، قلنا تافه تطاول على دكتور الصيدلي عشان بيقرا القران في الصيدلي، قلنا سفيه اساء لسيدات الصعيد اللي هم ارجل منه، قلنا عبيط. لكن يا هيما تغير الدين وتتكلم في اللي مالكش فيه وتفتي، نقول لك لا كده اتجننت رسمي، اياك تقرب من المنطقة دي. وقال اخر قررت انا مصطفى درويش بمقاطعة اي برنامج لابراهيم عيسى والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه 4 ايام بسبب ان مؤلف القصة هو ابراهيم عيسى، لأنه واضح إن الحرب دي ممنهجة، وأنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني، ولو التمن هيكون إيه آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل، مش هكمل في القرف ده. ملحوظة، فيلم الملحد قصة مفيهاش أي حاجة تشجيع على الإلحاد، لكن علشان بس احترام لصناع العمل وأبطاله
وده شيء راقي جدا جدا من إبراهيم عيسى اللي بيحاول دايما يكون بيتكلم كلمة صريحة وكلمة إيجابية. ولكن كل من يريد يعني أي كلام في أي كلام، الإعلامي عمرو أديب يحذر الجميع من 6 أشهر القادمة. حذر الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية أن الدولة معرضة لأزمات ومشكلات، وقال على الجميع أن يتحمل الشهور القادمة من موجة الغلاء التي ستحدث. وكشف أديب عن البلاد التي بدأت بالفعل في موجة الغلاء مثل تركيا وأمريكا وبريطانيا بسبب الخامات والطاقة. وقال أيضا الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية إن جميع أجهزة الدولة تبحث عن الحياة الأفضل للمواطن. هذا التضخم العالمي في معظم دول العالم. وكشف عن أهمية قيام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزراء الصناعة والتجارة قبل دخول شهر رمضان. كما كشف أن مصر نجحت في العبور من التسونامي الاقتصادي الذي تعرضت له الدول وتمكنت من العبور منه بنجاح، وعن أسعار البنزين في أمريكا وفرنسا وبريطانيا فهو مرتبط بأسعار براميل البترول. وأكد على أهمية وقوف الجميع مع الدولة والحكومة لتخطي هذه الموجة القادمة من الغلاء. وفي سياق منفصل علق الإعلامي عمرو أديب عن التقلبات الجوية التي تشهدها مصر، حيث قال إن ما يحدث في المناخ وهذا الأيام غير متعودين عليه، هذا الطقس ليس لنا، حيث قال أن طبيعة المناخ الذي تشهده مصر لم يكن موجود من قبل، وطالب المتخصصين الدراسة لمعرفة الطبيعة القادمة للطقس خلال السنوات القادمة. وكشف أديب